في الاقتصاد، وقعت الحكومة المصرية مع تحالف شركات مصدر إنفينيتي اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس. وبموجب الاتفاقيتين سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر من عام 2026. وسيسهم هذا المشروع في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة من مزيد الطاقة الكهربائية وتعزيز جهود مصر لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة.